تحياتي لكم ولكل مستمعين ومشاهدين في قناة اليوم. أهلا بك. الحقيقة العقد الاجتماعي بعد ما يقارب 3 سنوات من العمل الدؤوب والمضني والعمل الجاد، خرجت اللجنة الموسعة واللجنة المصغرة بصياغة وإعادة العقد الاجتماعي بناء على تجربة فريدة في شمال وشرق سوريا. هذه تجربة لا تشبه أي تجارب أخرى. اقتبسنا من المجتمعات الديمقراطية في العالم، وأخذنا من بعض التجارب الفريدة بالديمقراطية، وصغنا العقد الاجتماعي بعد أن توسعت رقعة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بعد تحرير وانضمام إدارات جديدة بعد تحريرها من براثم داعش. كان من الموجب واللازم أن يكون هناك عقد اجتماعي موحد يضم كافة الإدارات الذاتية في شمال وشرق سوريا، وتوحيد الاسم بالإضافة إلى توحيد الرؤى وتوحيد المواد المتواجدة في العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي أخذ صدى واسع بالمنطقة وبالعالم، نتيجة بنوده الديمقراطية وارتكازه على أسس ديمقراطية، بالإضافة إلى وجود التكنوقراط ووجود المختصين في المواد الحقوقية المواد العالمية المتواجدة ضمن 134 مادة بالعقد الاجتماعي. وهذه المواد هي تخص كافة مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا، وتخص أيضا ومراعاة أيضا خصوصيات شعوب مناطق شمال وشرق سوريا وتمثيل كافة المكونات بهذا العقد. لذلك هذا العقد يعتبر عقد فريد من نوعه، لأن كل أبناء الشعب في شمال وشرق سوريا قاموا بالمشاركة وكتابة وصياغة هذا العقد الاجتماعي. بعد أن كان 158 عضو انبثق عنها 30 عضو، وهذا 30 عضو اللي بالتساوي بين الرجل والمرأة، أيضا تم تمثيل كافة مكونات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا. وبعد الانتهاء من كتابته وصياغته من اللجنة المصغرة، تم عرضه على كل أبناء شمال وشرق سوريا باجتماعات موسعة واجتماعات مصغرة. في البداية كان العقد الاجتماعي عند كتابته كان يضم 99 مادة. عند عرضه على الشعب أخذت آراء ومقترحات الشعب بعين الاعتبار، فأضيفت له أكثر من 35 مادة. هذه 35 مادة كانت مقترحات وتوصيات أبناء شعب شمال وشرق سوريا. نعم. أيضا أستاذ موفق، يعني بالإضافة إلى هذا التفاعل الإعلامي مع هذه الخطوة، أيضا هناك حقوقيون يعني يرون أن العقد الجديد سيحدث تطور نوعي وملحوظ في إقليم شمال وشرق سوريا، فبرأيك يعني ما أهمية هذا العقد في هذه المرحلة؟ أهمية هذا العقد في هذه المرحلة، هذا العقد كان ضرورة ملحة مثل ما قلت لك بالبداية، بسبب انضمام مناطق جغرافية جديدة بعد تحريرها. نعم. فكان من الملح أن توحد كل الأنظمة والقوانين الإدارية والحقوقية في شمال وشرق سوريا في عقد اجتماعي موحد. وهذا العقد الاجتماعي الموحد يضم مثل ما ذكرت لك كل المواد المختصة والخاصة بأبناء شمال وشرق سوريا مع مراعاة خصوصية المنطقة. التفاعل الإعلامي جاء نتيجة ما كتب في هذا العقد الاجتماعي من بنود حقوقية مراعاة. كان المدخل الأساسي العقد الاجتماعي يتكون من عدة أبواب. الباب الأول كان المبادئ الأساسية، والباب الثاني كان الحقوق والحريات، الباب الثالث كان سيستم الإدارة، وأضافت لها مثل ما ذكرنا أو مثل ما ذكر تقريركم مجالس جديدة، الرقابة والتفتيش، النقد والمدفوعات، مجلس الجامعات الأعلى، بالإضافة إلى مجالس تكون ضمن
الهيئات الإدارية المتواجدة في شمال وشرق سوريا، وهذه المجالس تكون عاملة ضمن الهيئات تضم كافة المؤسسات التي تكون منطوية تحت هذه الهيئات. فلذلك أخذ هذا العقد الاجتماعي صدى واسع، لأنه راعى كل المبادئ العالمية في حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية العالمية. لم نستثني أي شيء يخص هذه المنطقة، وأيضا راعينا كل خصوصية ومكونات الشعب في شمال وشرق سوريا. أيضا يعني ذكرت بأنه استمر العمل على مسودة العقد الاجتماعي لأكثر من عام. أستاذ موفق، ما هي العراقيل التي واجهت صياغة هذا العقد برأيك؟ حقيقة هو ليس أكثر من عام، أخذ أكثر من ما يقارب الثلاث أعوام. يعني عندما أصدر المجلس العام في شمال وشرق سوريا توصياته بإعادة صياغة العقد الاجتماعي، نعم، وتم المصادقة عليه بتاريخ 14/12/2020، وتم تشكيل لجنة من 158 شخص، والاجتماع الأول عقد بالحسكة، انبثق عنه اللجنة المصغرة المؤلفة من 30 شخص. اللجنة المصغرة بدأت بالعمل ما يقارب 10 أشهر إلى 11 شهر، نعم، حتى خرجنا وتم عرضها مرة أخرى على اللجنة الموسعة. اللجنة الموسعة بعد ما أخذت المصداقية تم أخذ التوصيات بعرضها على شعوب المنطقة، وتم تشكيل لجان من 158 شخص المتواجدين، 185 عضو المتواجدين في اللجنة الموسعة، لجان لشرح بنود العقد الاجتماعي للشعب في شمال وشرق سوريا. عندما تم عرضها جاءت توصيات أخرى من الشعب، وجاءت مقترحات وآراء أيضا تم إضافة وأخذ هذه الآراء والمقترحات بعين الاعتبار. العرقلات اللي حصلت هي التهديدات التي حصلت في شمال وشرق سوريا، وتهديدات التركية المستمرة على شعوب شمال وشرق سوريا أدت إلى عرقلة هذا العقد الاجتماعي. نذكر منها العدوانات المتتالية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا، اعتبارا من السنة الماضية إلى هذه اللحظة، الاعتداءات متتالية أدت إلى عرقلة أنه هذا العقد الاجتماعي يبصر النور ويظهر للعلن. ولكن تجاوزنا هذه المرحلة، وقد قدمنا مصلحة شعوبنا على المصالح الأخرى، لأن العقد الاجتماعي هو ضرورة ملحة بهذه الفترة. العراقيل يعني هي عراقيل الاعتداءات المتكررة على شمال وشرق سوريا من قبل العدوان التركي، وأيضا الظروف الدولية والظروف المحلية ما كانت تساعد بهذه المرحلة أن العقد الاجتماعي يبصر النور. نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات أستاذ موفق. كان معي من شمال وشرق سوريا موفق الأحمد، عضو اللجنة المصغرة للجنة صياغة العقد الاجتماعي. أشكرك جزيل الشكر.